اليوم تشابتر الليفز، بدنا نحكي عن الاوراق. حكينا في المحاضره السابقه عن الستم الساق او الشوت سيستم اللي هو المجموعه الخضريه، وعن التحورات السيقان. اليوم بدنا نحكي عن الاوراق وتركيب الاوراق ووظائف الاوراق وايضا تحورات الاوراق. تعريف definition of leaf، تعريف الورقة. Leaf is the flattened outgrowth of a stem or a branch that develops at node and has a bud in its axil. إذا هي يعني جزء أو نمو زائد منبسط من الساق أو من البرانش الفرع أو الغصن، that develops تتطور عند العقدة. And has a bud in its axil، وبيكون في هناك برعم في إبط الورقة، بنسميه البرعم الإبطي. وظيفة الأوراق وظائف الورقة leaf functions. واحد الفوتوسينثيسيس اللي هي التمثيل الضوئي. اثنين respiration التنفس. ثلاث ترانسبيريشن النتح. أربعة الجيوتيشن اللي هو الإدماع. طبعا الأوراق أيضا بسموها يعني هي مطبخ النبات، لأنها وظيفتها التمثيل الضوئي تصنيع الغذاء، فمكان تصنيع غذاء النبات هو في الأوراق، لهذا السبب بسموها مطبخ النبات. Parts of the leaf، أجزاء الورقة. عندنا البيتيول، عنق الورقة، وهو تعريفه the stalk of a leaf which joins it to a node on the stem. هو عبارة عن خيط، ماشي، يصل أو يعني يعمل على اتصال الورقة أو ربط الورقة مع الساق. طبعا اللي هو joins it node، العقدة اللي موجودة في الورقة مع الساق. البليد، الجزء الثاني اللي هو النصل، البليد نصل الورقة أو لامينا. The broad flat portion of a leaf، هو الجزء العريض والمنبسط من الورقة، نصل الورقة يعني. ثلاث الستبيولز، ستبيولز هي معناها بالعربي الأذينات، وهي عبارة عن which are like outgrowths usually present in pairs at the base of the petiole. يعني هي عبارة عن نموات زائدة بتكون موجودة على شكل أزواج في قاعدة عنق الورقة. أربعة الفينز اللي هي العروق، والعروق هي عبارة عن الفاسكولار باندلز، عبارة عن الحزم الوعائية، والحزم الوعائية هي اللي بتتكون من الزايلم والفلويم، الخشب واللحاء. خمس المدرب هي the central vein اللي هي العرق الوسطي بيكون في الورقة، وبتفرع من المدرب عروق فرعية. سيسايل ليف، في عنا مصطلح سيسايل ليف يعني الورقة الجالسة، والورقة الجالسة هي a leaf which has no petiole and is attached directly to the stem. هي الورقة اللي مش موجود فيها اللي هو العنق، نعم، وبتكون متصلة بشكل مباشر مع الساق، لهذا السبب نسميها ورقة الجالسة. مثل الأوراق، نعم، أوراق الموز وأوراق كثير يعني من نباتات الزينة بتكون الورقة فيها جالسة. Leaves may be simple، في عنا أوراق بسيطة أو الورقة البسيطة والورقة المركبة. Simple مقصود having a single blade، بيكون إلها نصل واحد اللي هي simple. Or compound، مركبة، having a blade divided into two or more leaflets. الورقة المركبة يكون النصل مقسم إلى
اكثر من جزء، او بنسمي الاجزاء هاي وريقات ليفلتس، مجموعة وريقات بتكون اللي هي ورقة مركبة. Compound leaves are two types. في عنا نوعين من الأوراق المركبة. Pinnately compound. Pinnately يعني مركبة ريشية. يعني بيكون شكل الليفلتس بشكل يعني ريشي. Leaves have the leaflets in pairs. ماشي، الأوراق بتكون في أزواج. Along an extension of the petiole called arachis. مثل هيك. هاي في عنا زوج من الأوراق موجودة على الراتشيز اللي هو هذا حامل الأوراق، فهي بنسميها pinnately compound، ورقة ريشية مركبة. طبعا الراتشيز هو امتداد للبتيول، امتداد لعنق الورقة اللي هو هذا العنق، هذا بنسميه الراتشيز. palmately compound الأوراق اللي هي الراحية المركبة. Leaves have all the leaflets attached at the same point at the end of the petiole. الورقة الراحية بتكون الأوراق أو الوريقات بتكون متصلة at the same point، في نفس النقطة at the end of the petiole، في نهاية عنق الورقة. The arrangement of leaves on a stem. ترتيب الأوراق على الساق اللي هو فيلو تاكسي بسموه، مصطلح فيلو. فيلو معناها ورقة، تاكسي معناها ترتيب. واحد alternate بشكل متبادل. Leaves are attached alternately or in a spiral along a stem with one leaf per node. اللي هو هذا بتكون بشكل متبادل الأوراق، و with one leaf per node، في على كل عقدة بيكون في عنا إيش؟ ورق. الopposite اللي هو بشكل متقابل. Two leaves may be attached at each node. عنا ورقتين متصلات بنفس العقدة على عقدة واحدة. World اللي هو هذا الشكل. When three or more leaves occur at node. ثلاثة أو أكثر، ثلاث أوراق أو أكثر من ثلاث أوراق بيكونوا متصلات أو خارجين من عقدة واحدة. الباسل النوع اللي هو الرابع. نعم موجود بس في الرسمة، بتكون في القاعدة. طيب الليفينيشن اللي هو نظام التعريق، يعني نظام توزيع أو ترتيب العروق في الأوراق. The arrangement of veins in a leaf or leaflet blade. ترتيب العروق في الورقة أو في نصل الورقة. There are two types of leafination. في عنا نوعين من التعريق. Knitted are found in dicots. تعريق شبكي، وهذا بيكون موجود في الدايكوتس، في نباتات ذات الفلقتين. Pinnate in which major veins branch off along the entire length of the mid vein. البينات إذن بيكون عندنا عرق رئيسي وبيكون branch off along the entire length of the mid rib. The main central vein of a leaf. يعني بيكون في عندنا عرق وسطي اللي هو العرق الرئيسي وبتفرع منه عروق فرعية، هذا بنسميه بينيت ريشي. البالميت الراحي in which several major veins radiate out from one point. الراحي بيكون عندنا أكثر من عرق رئيسي، وهي العروق الرئيسية بتخرج من نقطة واحدة، فهذا اللي هو البالميت. لاحظوا هاي نقطة one point وخارج منها several major veins، واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة، هدول major veins يعني عروق رئيسية. النتد بالنت في عنا عرق رئيسي واحد main veins، وفي هناك عروق فرعية
مثل شكل الريشة. هذول الاثنين اللي هم نتد يعني شبكي موجودات في الدايكوت بلانتس في نباتات ذات الفلقتين. هذا البارالل اللي هو المتوازي يعني بتكون العروق بيكون في عنا عرق رئيسي في الوسط وفي هناك عروق موازية لهذا العرق الرئيسي اللي هو يعني تعريق متوازي وهذا بيكون موجود في المونوكوت في نباتات ذات الفلقة الواحدة. يعني إذا بدنا نميز نبات ذات الفلقتين عن نبات ذات الفلقة الواحدة عن طريق الأوراق بنطلع على التعريق نظام التعريق. إذا كان التعريق متوازي إذا بيكون فلقة واحدة، إذا كان التعريق نتد إما بنيت ريشي أو راحي بيكون عندنا دايكوت نبات ذات فلقتين. بارالل اللي هو المتوازي مثل ما قلنا veins run approximately parallel to one another along the leaves long axis. العروق بتكون متوازية كل عرق موازي للعرق الآخر. Parallel venation are found in monocots. التعريق المتوازي بيكون موجود في نباتات ذات الفلقة الواحدة. في عندنا أيضا الليف مارجنز حواف الأوراق ممكن تكون انتير الحافة كاملة having a smooth edge with neither teeth nor lobes. يعني بتكون الحواف smooth ما فيها أسنان أو تعرجات ما فيها تسنين تيث وما فيها أيضا تعرجات. التوث ممكن تكون الليف مارجنز توث توث يعني مسننة having so like margins with small tooth. بتكون الحواف منشارية بتكون منشارية وبيكون موجود فيها أسنان. lobed يعني مفصصة أو يعني ملتوية having deeply indented margins يعني بتكون في مناطق غائرة من إيش الحواف وبالتالي بتكون الحواف مفصصة. هاي هنا اللي هو single toothed يعني منشارية بشكل منفرد. هون doubly toothed منشارية بشكل مزدوج. هنا lobed ماشي فيها مناطق يعني غائرة مفصصة لوبد. وهون عندنا ليف كلاسبس هون الحواف كاملة هنا انت يا عفوا هون سموذ ما فيها تسنين ولا فيها يعني تعرجات فبتكون انتير كاملة. internal structure of leaves الآن بدنا نحكي عن التشريح الداخلي أو التركيب الداخلي للورقة أو للأوراق. عندنا أول شيء the upper epidermis covers the upper surfaces and the lower epidermis covers the lower surfaces. في عندنا البشرة العليا وفي البشرة السفلى. البشرة العليا اللي هي بتغطي السطح العلوي وبشرة سفلى بتغطي السطح السفلي. Most cells in these layers are living parenchyma cells that lack chloroplasts and are relatively transparent. نوع الخلايا الموجود في هذه الطبقتين اللي هي البشرة العليا والبشرة السفلى هي خلايا برانشيمية وهذه الخلايا بتكون transparent ما مش موجود يعني شفافة ينقصها الكلوروفيل غير موجود فيها كلوروفيل and are relatively transparent وهي يعني شفافة بشكل نسبي أو نسبيا هي شفافة. طبعا تتكون أيضا هاي الطبقتين هي from single layer of cells من طبقة واحدة من الخلايا. الكيوتيكل عندنا اللي هي الطبقة الشمعية عبارة عن waxy protective outer layer of epidermis prevent water loss and protection. إذا الكيوتيكل هي طبقة من الشمع وليست من الخلايا ووظيفتها لبروتكشن حماية وتقليل فقد الماء من الورقة. طبعا النباتات تختلف يعني في سمك هذه الطبقة. فمثلا النباتات الصحراوية بتكون الصباريات والنباتات اللي بتعيش يعني في البيئات الجافة والبيئات الصحراوية بتكون طبقة الكوتيكل فيها نعم ثيك سميك حتى يعني تساعد النبات على التأقلم مع الظروف البيئية ومع يعني ارتفاع الحرارة
وبالتالي تقلل من فقد الماء. في عندنا ايضا الترايكومز اللي هي يعني عباره عن زوائد. ترايكومز اللي هي يعني اهداب او reduces ايضا water loss and protection، تعمل ايضا على تقليل فقد الماء وايضا على حمايه الاوراق وحمايه النبات. في عندنا ايضا طبقه اللي هي الميزوفيل، الطبقه الوسطى في التشريح الداخلي في التركيب الداخلي للورقه، الميزوفيل لاير وهي the middle of the leaf. Most photosynthesis takes place in the mesophyll between the two epidermal layers. هو الطبقة الوسطى ومعظم الخلايا اللي يعني بتكون بوظيفة الفوتوسينثيسيز بتكون موجودة في الميزوفيل layer between the two epidermal، بين البشرة العليا والبشرة السفلى. هاي اللي هي الميزوفيل layer. الآن الميزوفيل layer هاي أيضا تقسم إلى in many plants في الدايكوتس في نباتات ذات الفلقتين. ميزوفيل is divided into two sub layers، بيتم تقسيمها إلى طبقتين، الباليسايد ميزوفيل اللي هي الخلايا العمادية أو الطبقة العمادية، وهي باليسايد بارينكايما من خلايا بارنشيمية. A layer of upright cells يعني بتكون الخلايا بشكل عمودي. Below the upper epidermis typically in dicots. هاي تي مش ايه ماشي، typically يعني بتكون موجودة في أوراق نباتات ذات الفلقتين. The cells are rich in chloroplasts and may contain more than 80% of the leaf's chloroplasts and their main function is photosynthesis. الخلايا هذه اللي هي خلايا برانشيمية بتكون غنية في الكلوروبلاست اللي هي البلاستيدات اللي بيكون موجود فيها الكلوروفيل واللي بتكون بعملية الفوتوسينثيسز. و 80% of the leaf's chloroplast and their main function is photosynthesis. يعني 80% من هذه الخلايا اللي هي الكلوروبلاست هي اللي بتقوم بعملية الفوتوسينثيسز. إذا الفوتوسينثيسز يعني يحدث في الطبقة العمادية، ونوع الخلايا اللي بتكون بعملية الفوتوسينثيسز هي خلايا برانشيمية. تذكروا لما حكينا عن الأنسجة البرانشيمية والخلايا البرانشيمية، من إحدى وظائفها هي القيام بعملية التمثيل الضوئي الفوتوسينثيسز. الطبقة الثانية اللي هي سبونجي ميزوفيل. سبونجي ميزوفيل يعني الطبقة الوسطى الإسفنجية، طبعا اسمها إسفنجية لأنها بتكون الخلايا فيها مثل الاسفنج، بيكون فيها فراغات انترسيلو سبيسس بتكون كبيره. A layer of parenchyma tissue ايضا هي انسجه برانشيميه. Laying underneath the side layer بتكون مباشره تحت الطبقه العماديه. Loosely arranged to facilitate movement of oxygen يعني بتكون مرتبه بطريقه مش متراصه. Loosely يعني غير متراصه. و بيكون يعني فيها فراغات، وهذا طبعا حتى تسهل حركة الأكسجين. الكربون ديوكسيد أيضا and water vapor حتى تسهل حركة الأكسجين وحركة ثاني أكسيد الكربون وحركة بخار الماء. وهي طبعا كلها العناصر ضرورية لعملية التمثيل الضوئي. It also may contain some chloroplasts. ممكن انها تحتوي بعض البلاستيدات الخضراء اللي هي الكلوروبلاست. But fewer than in the بلاسايد layer. ولكن يعني بعدد قليل. اقل من الطبقة العمادية. الان ايضا الاستوماتا اللي هي جمع وسنجل منها اللي هو استوما الفم. A small pore flanked by guard cell in the epidermis. وهي عبارة إذن عن فتحة بتكون موجودة في طبقة الإبيديرميز وبتكون محاطة بالجارد سيلز. الآن ماشي، الاستوماتا إذن هي عبارة عن فتحات
اللي هي طبعا الثغور، فتحات صغيره وبتكون محاطه بتو جارد سيلز، بخليتين حارستين. ومثل ما قلنا هي السنجل يعني المفرد من الكلمه استوما، واستوما معناها هي كلمه يونانية معناها فم. استوماتا ار سبيشالي نيوميروس اون ذا لوور ابيديرميز، بتكون يعني عدد الثغور بيكون اكثر على الطبقه البشره السفلى. اوف هوريزونتالي اورينتد ليفز، في الاوراق اللي بتكون يعني مرتبه بشكل هوريزونتالي بشكل افقي. ليف فور اكزامبل هاز اولموست 400 استوماتا بير سكوير مليمتر، يعني في هناك 400 استوماتا ثغر في كل مليمتر مربع من الورقه، يعني عدد كبير. The primary functions of guard cell include وظائف هذه الخلايا الحارسة: the regulation gas exchange between the interior of the leaf and the atmosphere، تنظيم أو التحكم في تبادل الغازات ما بين المحيط الخارجي، البيئة الخارجية، و الداخل اللي هو يعني داخل الورقة. regulation of evaporation of the water entering the plant at the roots، أيضا تنظيم والتحكم في عملية التبخر أو اللي هي النتح، فقد الماء. the water entering the plant at the roots اللي هو يعني الماء اللي بيمتصه النبات عن طريق الجذور، لأنه تقريبا 95% من الماء اللي احنا بنقوم بإعطائه للنبات النبات يفقده على شكل بخار ماء، و5% فقط من الماء بيتم استغلاله، هو بيمتص كل الماء ولكن 95% من الماء يفقده النبات، 5% فقط بيتم استغلاله في العمليات الحيوية الضرورية للنبات اللي هي مثل يعني عملية التمثيل الضوئي والانقسام وغيرها والتفاعلات الحيوية. فالنسبة الكبيرة إذا بيفقدها النبات على شكل بخار ماء نتح. طبعا شو الهدف، شو السبب؟ أول شيء عملية النتح، النبات يعني ببرد البيئة المحيطة في الأوراق، المايكرو كلايماتيك يعني ريجن أو كونديشنز، فلأنه عملية نعم بلطف الجو زي كونديشن طبيعي تماما، لما النبات بيفقد الماء على شكل بخار ماء بلطف الجو، بخفف من درجة الحرارة. وأيضا عملية النتح مهمة حتى يكون في هناك استمرارية لامتصاص الماء، لأنه إذا ما كان هناك فقد أو يعني عملية نتح وتبخر لهذا الماء ما بيستطيع الجذر أو النبات أنه يستمر في عملية امتصاص أو انتقال الماء من الجذر إلى الساق وإلى الأوراق، فحتى يبقى في هناك يعني استمرارية في عملية الامتصاص. Are inflated, the stomata are open، يعني لما الخلايا الحارسة هاي تنتفخ أو تمتلئ في الماء تفتح الثغور. When the water content of the guard cells decreases the cells deflate and the stomata close، لما الجهد المائي داخل الخلايا الحارسة بقل الخلايا الحارسة هاي تفقد يعني أو يعني بتنفس، ماشي، deflated يعني ترتخي أو تفقد الماء اللي في داخلها وبالتالي بتغلق بتسكر تماما. يعني بدنا نشبهها زي يكون عندنا بالونتين، فلما بننفخ لما بتنتفخ هذول البالونتين بصير في هناك فتحة، بصير في فراغ بينهن، لما بنفسهن ماشي بسكر على بعض، نفس الاشي تماما. ولكن طبعا هنا الخلايا الحارسي هاي بتمتلئ في الماء، لما بتمتلئ في الماء بتنتفخ الخليتين بصير في عنا فراغ اللي هو بينهن اللي هو الثغر، لما بخرج الماء منهن بسكرن. طبعا اللي بتحكم في العملية هاي عدة عوامل، يعني النظام الهرموني هرمونات، وايضا البوتاسيوم، عنصر البوتاسيوم بيلعب دور كبير في عملية فتح وغلق الثغور، بالإضافة طبعا أنه الضوء طبعا والعوامل ودرجة الحرارة
العوامل يعني البيئية الجوية بتلعب دور. Dicots usually have more stomata on the lower epidermis than the upper. في نباتات ذات الفلقتين بتكون الثغور موجودة على الطبقة أو على البشرة السفلى أكثر من العليا. طبعا السبب ليش؟ حتى لما بتكون موجودة على الطبقة السفلى بتكون غير معرضة بشكل مباشر للشمس وللرياح، وبالتالي بتقلل من فقد الماء. Monocots في نباتات ذات الفلقة الواحدة on the other hand usually have the same number of stomata on the two epidermis. بيكون موجود نفس العدد من الثغور على الطبقتين. In plants with the floating leaves, الووتر ليليز يعني في النباتات اللي بيكون إلها أوراق تطفو على الماء، اللي هي يعني في النباتات المائية مثل الووتر ليليز زنبق الماء. Stomata may be found only on the upper epidermis. هنا الثغور فقط بتكون موجودة على الطبقة العليا، على البشرة العليا. ليش طبعا؟ لأنها هي floating leaves، فيجب أنها تكون موجودة على الطبقة العليا حتى تكون بعملية التبادل الغازي. فإذا كانت موجودة على الطبقة السفلى ما بتستطيع أنها تكون بعملية التبادل الغازي وأيضا عملية فقد الماء. Only the upper epidermis sub-emerged leaves may lack stomata entirely. يعني الأوراق اللي بتكون مغمورة بتكون يعني خالية من الاستوماتا من الثغور، ما بيكون موجود فيها ثغور. Leaf abscission تساقط أو سقوط الورقة. Chlorophyll is broken down and red water soluble pigments are synthesized and stored in the vacuoles of leaf cells in some species. أول شيء بصير في عنا تحلل تكسر للكلوروفيل والريد ووتر سوليوبل بيجمنتس الصبغات الحمراء اللي بتذوب في الماء بتتصنع are synthesized and stored in the vacuole of leaf cells in some species. يعني كثير من الأشجار اللي هي متساقطة الأوراق قبل ما بتسقط الأوراق بتتلون بتغير لونها من اللون الأخضر للون الأحمر تقريبا أو أصفر، فهذا اللي هو بسبب تكسر الكلوروفيل. بتكسر الكلوروفيل بتحلل وبتحول إلى صبغة حمراء أو صبغة يعني صفراء. طبعا بتكون موجودة ستورد اللي هي هذه بتصنع نعم في الفجوات في الفاكيولز الفجوات الموجودة في الورقة. There are the area where a leaf petiole detached from the stem called the abscission zone. المنطقة اللي بتم انفصال الورقة عن الساق بنسميها منطقة السقوط. وبتتكون is composed primarily of thin walled parenchyma cells. بتتكون من خلايا برانشيمية جدارها رقيق. A protective layer of cork cells develops on the stem side of the abscission zone. الآن لما بتسقط هذه الورقة بتكون عندنا طبقة من الفلين. طبعا الطبقة هذه من الفلين تتكون حتى تحمي الأنسجة، لأنه لما بتسقط الورقة بيصير في عندنا جرح في النبات فتصبح الأنسجة مكشوفة ومعرضة يعني للظروف الجوية وأيضا للآفات والأمراض. فتتكون طبقة من الكورك سيلز من خلايا الفلين حتى يعني تحمي الطبقة هذه اللي هي أصبحت مكشوفة. Enzymes then dissolved the middle lamella. في هناك إنزيمات معينة بتعمل على إذابة الميدل لاميلا اللي هي الطبقة الوسطى من الجدار الخلوي، واللي هي بتعمل على هي يعني سيمنتينج ماتيريال يعني مادة بتعمل على ارتباط بيكون موجود فيها اللي هو البيكتين. بتتكون الميدل لاميلا من كالسيوم بيكتيت عشان تربط أو تمسك الخلايا أو تلتصق الخلايا بعضها مع بعض. فالآن هذا حتى تسقط الورقة في إنزيمات معينة بتذيب هذه
الميدل لاملائي اللي هي السمنت او سمنتنج ماتيريال ذات هولدز ذا برايمري سيل وولز اوف ادجسنت سيلز توجذر، اللي هي بتعمل على ربط الخلايا المجاوره مع بعضها البعض. ان ذا ابسيشن زون، في منطقه التساقط. افتر ذا ليف ديتاج، يعني لما بتسقط او بتنفصل الورقه، ذا بروتكتيف لاير اوف كورك سيلز اوف ذا اريا فورمينج اليف سكار، خلايا الفلين هاي بتسكر المنطقة اللي هي حدث فيها السقوط وبتكون الليف سكار اللي هو الأثر أو الندب الورقة اللي هو بيكون موجود في الساق. حكينا عنه لما حكينا عن الساق، قلنا في إشي اسمه ليف سكار اللي هو يعني علامة بتدل على مكان وجود الورقة أو أثر وجود الورقة. الليف ابسيشن، deciduous plants drop their leaves seasonally. النباتات المتساقطة الأوراق بشكل موسمي، يعني كل سنة تسقط أوراقها. At the abscission zone near the base of the petiole, two layers of cells are differentiated due to hormonal changes associated with aging. إذا طبعا هنا في اللي هو الأبساسيك أسيد، هرمون الأبساسيك أسيد هو اللي يعني بيعمل على بدء عملية تساقط الأوراق. في عندنا one layer اللي هي several cells thick، خلايا سميكة، مجموعة من الخلايا السميكة. At the stem side forms the protective layer، على جانب الساق بتكون طبقة الحماية. Whose cells are coated with suberin، وهذه الخلايا بتكون مغلفة بمادة السوبرين اللي هي مادة شمعية. On the leaf side، على جانب الورقة، a separation layer is differentiated، منطقة انفصال تتميز. The cells swells and become gelatinous، تنتفخ الخلايا وبتصير جيلاتينية. Due to seasonal changes، نتيجة تغيرات موسمية اللي هي مقصود فيها low temperature، انخفاض درجة الحرارة. shorter days، يصبح النهار، اللي هي طبعا في موسم او في فصل الخريف بحدث التساقط بتبدأ درجة الحرارة بالانخفاض، وايضا النهار بصير قصير، الاضاءة بتصير اقل. فكل هذه يعني عوامل بتساعد على طبعا يعني تنشيط اللي هو يعني الهرمون المسؤول عن عملية التساقط، وبالتالي بدء عملية سقوط الأوراق. The pectins of the middle lamella break down by enzymes، البكتين اللي بتتكون منه الميدل لاميلا بتكسر بواسطة انزيمات. Making the attachment of leaf to stem very loose، يعني بصير منطقة أو بصير اتصال الورقة مع الساق ضعيف جدا. Wind or rain can then break the leaf of the stem، فيعني الريح أو الرياح أو المطر بيعمل على فصل أو بيعمل على تساقط الأوراق بسهولة. طبعا يعني في تساقط الأوراق طبعا بتم في الخريف. الخريف طبعا إن هنا إحنا يعني أصبح ما في يعني فصول بشكل واضح عنا. نعم، فيش إن إلا يعني شتاء وصيف. لكن طبعا أنا لما كنت في اليونان هناك يعني الخريف واضح، يعني بتشعر إنه في هناك فصل خريف، ويعني في تغيرات واضحة بتسبق الشتاء. طبعا في هناك بتيجي بشهر 10 حوالي 10 أيام تنخفض فيها درجة الحرارة بشكل يعني واضح وملموس. وطبعا هذا الانخفاض هو حتى تتم عملية سقوط الأوراق. طبعا بعد العشر أيام هذولا بترجع درجة الحرارة ترتفع يعني إشي بسيط، وبعدين طبعا اللي هو يعني بعد شهر 12 بيدخلوا في يعني فصل الشتاء. ولكن يعني في أيام هاي يعني الكل بلاحظها، في أيام محددة بتيجي بالخريف تنخفض درجة الحرارة بشكل ملحوظ وكبير حتى تتساقط كل الأوراق الأشجار اللي هي متساقطة الأوراق. وطبعا قبل ما تتساقط مثل ما حكينا تتلون، بتحول لونها من اللون الأخضر إلى اللون الأصفر أو اللون المحمر نتيجة اللي هو يعني تكسر كلوروفيل و
تحوله الى صبغات اللي هي بتكون موجوده في الفاكيول في الفجوات الغذائيه.